ما شفناهاش من 5 سنين. وكرست حياتها للعلم، وحياتها كانت كويسة واستحالة تكون عملت في نفسها حاجة. أسرة الباحثة المصرية ريم حامد كشفت سر وفاتها في فرنسا. أنا هنادي محمود، وتعالوا معايا نعرف إيه الحكاية مع بعض. حزن وصدمة بتمر بيها أسرة الباحثة المصرية ريم حامد. وده بعد وفاتها فجأة وفي ظروف غامضة في فرنسا. فاستلمت الأسرة جثمان بنتهم وشيعوا جنازتها من مسجد بالتجمع الخامس عشان يوصلوها لمسواها الأخير لمقابر الأسرة، وكانوا في حالة دهشة وصدمة وانهيار بعد ما لقوا بنتهم وفجأة في الكفن الأبيض. وكشفت عمتها مفاجآت وكواليس عن حياة ريم حامد، ومنها أسرار عن وفاتها فجأة في فرنسا أثناء رحلة بحثها العلمي. فقالت عمة ريم حامد: ما شفناش ريم من 5 سنين، وكانت مكرسة حياتها كلها للعلم، وما كانش فيه مشاكل لريم مع أهلها، ونفسيتها كانت كويسة قبل ما تسافر. وكانت في رحلة لمصر قبل سفرها للمرة الأخيرة لفرنسا، وريم كانت شخصيتها قوية جدا وما فيش حاجة تهزها، وما كانش عندها مشاكل نفسية. وهيكون عندها مشاكل نفسية إزاي وهي عايشة حياة كويسة في منطقة رفيعة المستوى وحواليها المياه ومناظر طبيعية؟ وكمان قبل ما تسافر كان بيجي لها عرسان كتير محترمة، ومفيش أي حاجة تخلي نفسيتها وحشة. ريم كانت باحثة كبيرة قوي ووصلت لمرحلة رفيعة المستوى، بقالها 5 سنين بتسافر وبتعمل أبحاث هناك، وكانت حاطه في دماغها إنها هتكون حاجة كبيرة جدا في المجال العلمي. الله يرحمها ويجعل أراضيها الجنة. بنت محترمة ومش محتاجة شهادة من حد، أخلاقها معروفة، واسألوا هناك ماتت ليه. ومش بس عمة ريم حامد اللي كانت مصابة بصدمة بعد استلام جثمان ريم، لكن كمان والدة ريم كانت منهارة جدا أثناء تشييع جثمان بنتها. فبعد ما كانت مستنياها بالشهادة عشان تفرح بيها وتشوفها عروسة، لكنها لقيتها بالكفن قدام عينيها، وانهارت الأم وما بقاش على لسانها غير جملة: مش مصدقة إني هودع بنتي بنفسي، يعني بدل ما أشوفها بفستان الفرح أشوفها بالكفن. ملحقتش أفرح لا بنجاحك ولا بجوازك، ربنا يرحمك يا حتة من قلبي. ومش بس والدتها اللي كانت في حالة انهيار، لكن كمان أسرتها كلها ما كانوش مصدقين اللي حصل لريم، خاصة إن وفاتها كان فجأة وصدمة ليهم، ولحد دلوقتي لغز محدش حله ولا عارف سبب وفاتها هناك. فريم سافرت فرنسا عشان تكمل رحلة بحثها العلمي، وأثناء إقامتها في فرنسا بدأت تتعرض لمضايقات من أشخاص مجهولة، شوية يراقبوها وشوية يهددوها، ومرة تانية يرشوا ليها مواد مخدرة في البيت. مش بس كده، ده كمان بقوا بيخترقوا كل أجهزتها المحمولة زي الموبايل واللابتوب، كمان مع تعرض للعنصرية والتنمر بسبب حجابها كفتاة مسلمة. وبعد ما ريم بقت حاسة بالضغط والخوف والرعب من التهديدات اللي بتتعرض ليها، قررت تكتب مجموعة من التغريدات على حسابها تستنجد فيها بالجهات المصرية من التهديدات اللي بتتعرض ليها في فرنسا. وبعد ساعات قليلة جدا مسحت ريم كل التغريدات اللي نشرتها، ومفيش كام يوم بس اتوفت ريم فجأة، وكان في ظروف غامضة في فرنسا، أو بمعنى تاني اتعرضت للاغتيال، خاصة إنها كانت بتناشد بإنقاذها قبلها بساعات. ولحد اللحظة دي لسه التحقيقات بتتم عشان يعرفوا إيه السر ورا وفاة الباحثة المصرية في فرنسا.